حاج عبد الله من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمه الله وبركاته. طيب حضرتك. وحضرتك بالصحه والسلامه. حضرتك انا عندي مصرف يعتبر مصرف خصوصي، مش ليا وليا وليا وللجيران عندي، مش ليا لوحدي. ايوه. المصرف ده بيصرف لحوالي 18 فدان. 18. حوالي 18 فدان. ايوه. الساحه العامه حوالي 18 فدان. تمام. اللي ارضه على المصرف ده حضرتك اللي هو يعتبر نهايه الصرف اللي هو بيصرفه في المصرف الكبير. ده منع الحفار ينزل يحفر. ايوه. منع الحفار ينزل يحفر. فاحنا بنترجى حضرتك حفار التعاونيات او تحسين التربه. لان هو مش بتترجاني، ده حقكم. بس هنا دلوقتي لما يكون مصرف خصوصي والراجل اللي على راس المصرف ارضه موجوده، فهو لما انتوا بتيجي تجيبوا الحفار عشان يطهر بيقول لك لا ده مش هيخش لان ده هيطلع المخلفات يرميها عندي ويمشي، صح؟ مش هو ده السبب؟ المخلفات احنا هنشيلها، العكات على المخلفات احنا هنشيلها. هو معترض. طب ايه الاعتراض، ايه الاعتراض الثاني اللي عنده؟ هو بيقول لك الحفار هيبهدل ارضه. هيبهدل ارضه. وهو ده فعلا الكلام ده؟ لا يا فندم مش موجود. يجي على حضرتك احنا في اماكن ثانيه جايبين الحفار على حسابنا، مش حفار الحكومه، احنا جايبينه على حسابنا. ما هو ده مصرف خصوصي اللي مسؤول عنه الجمعيه. مدير الجمعيه المفروض انتوا بتدفعوا خدمات، فهو بيجيب الحفار يشتغل كل فتره، صح؟ يا فندم معمول بيه الطلب من يوم 9 من يوم 9 من يوم 9 9 وراح الاداره عند الاستاذ محمد 9 9 ومستلم الاستاذ حسن في اداره الاراضي. طب هو 9 9 ده مش بعيد، ده انت بقالك كام يوم حضرتك؟ ما هو الاسبوع في اول الاسبوع ده حضرتك يوم الاحد. ايوه. فاحنا بنستفاد من حضرتك السرعه ليه ان هو يجي والاراضي عندنا خاليه قبل ما نزرع الموسم الشتاء. طيب بص انا هطلب منك طلب، انا هتابع الطلب ده. انت مقدم الطلب في الري ولا في الجمعيه؟ لا ده مدير الجمعيه وداه عندنا الاداره في ابو حماد، يعني مدير الجمعيه عندنا في الاداره الزراعيه في ابو حماد. وداه هو ابو حماد بيجي. طب هطلب منك طلب، انا كده كده الاستاذ عزيز والاستاذ احمد هنكلم المهندس علاء عفيفي نبلغه بالمشكله دي يتابعها مع الاداره الزراعيه في ابو حماد. انت معاك رقم الفلاح اللي هو الجار اللي معترض على التطهير؟ لا والله يا فندم لو عايز اجيبه لك حضرتك انا هتجيبه وهتديه للاعداد او هتبعته لي على رقمي يعني، بس انا عايز الرقم. الفريق الاعداد هيكلمك تاني ياخده منك. تمام يا فندم. ليه بقى؟ لان انا عايز ان احنا نرجع مره ثانيه بروح العمل الجماعي في الريف. انا كنت بتكلم عن دور التعاون، مش معقوله نقول لمدير الجمعيه واللي شغالين في الجمعيه لازم تبقوا معانا متعاونين واحنا كجيران ما بنتعاونش. انا مدير الجمعيه معانا والله يا فندم. انا عارف إن انا بتكلم عموما، انا عايز ان احنا كلنا نبقى عارفين اهميه ان احنا نقف جنب بعض. وبعدين احنا نزرع جمع حضرتك فلازم ليه صرف وشيته لازم ليه صرف. عينيا الاثنين. لا ده من حقك. حاضر. تشكرك. في خلال 24 ساعة إن شاء الله هتتحل بإذن الله. تشكرك. تشكرك. ألف شكر. العفو.